خلينا نروح للاستاذ محمد جمال الصحفي المتخصص في اتحاد كره القدم في موقع القاهره 24. استاذ محمد، ازي حضرتك يا فندم؟ اسلام، عامل ايه؟ الحمد لله حبيبي، ربنا يخليك. يعني احنا بنتكلم النهارده طول النهار وبنحاول ان احنا نوصل لما حدث. انا بشوف ان الحقيقه هذا الاتحاد، وجهه نظري الشخصيه، انا عارف يعني لو انت مش حابب تتكلم فانت حر، لكن انا بشوف وجهه نظري الشخصيه ان هذا الاتحاد فشل ذريع في كل القرارات اللي خدها من اول تعيينه وحتى الان. كل القرارات اللي خدها هي قرارات فاشله باستثناء دوري المحترفين الحقيقه اللي كان مصر عليه الاتحاد، هذا الاتحاد، ولكن كل قراراتهم كانت قرارات فاشله. والحاجه الصحيحه الثانيه وجود كابتن حسام وكابتن ابراهيم على راس الاداره الفنيه. بص يا كابتن، في البدايه اكيد هو القصه كمان مش قصه ان انت بتاخد قرارات ومش بتنفذها، انت بتتراجع كمان عن اي قرار بتقوله، يعني انت مش شرط. يعني احنا كنا زمان نقول ان طالما تم الاعلان رسميا عن قرار فخلاص هو ده القرار اللي هيحصل، لكن صحيح. انت ساعات بتتراجع فيه، يمكن عشان بس نرجع النهارده للي حصل. اكيد كل التوفيق للكابتن حسام والكابتن ابراهيم ولكل الكباتن اللي تم اختيارها النهارده في الجهاز الفني لمنتخب مصر. الفتره الجايه صعبه وفتره جايه مهمه، واعتقد كان اختيار كمدرب وطني اختار الكابتن حسام كان اختيار اكيد مناسب بشكل كبير جدا، ان هو المفترض دلوقتي هو اللي موجود على الساحه الرياضيه في مصر، هو اللي يستطيع قياده منتخب مصر. لكن احنا هنتكلم على اتحاد الكره المصري وعلى كيفيه القرارات اللي بتصدر من اتحاد الكره المصري. يمكن صحيح. اتحاد الكره خلال الشهر اللي فات ده كله بصراحه كان في قرارات كتير جدا بتطلع وبيتم التراجع عنها بنفس كمان البيانات الرسميه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا من بدايه القرار اللي صدر في محمد صلاح وغيابه مباراتين، ثم بعدها نكتشف ان محمد صلاح مسافر لليفربول والاعلان يتم من طريق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، ادي اول حاجه رسمي ما حصلتش. ثاني حاجه القرار بتاع ان خلاص الفتره اللي جايه مدير فني اجنبي، وكمان هي مش قصه اجتهادات اعلام، لا هي قصه انها طلعت في تصريحات رسميه وفي البيان الرسمي ان في جهاز فني جديد اجنبي هيكون بيقود منتخب مصر. بعد كده شفنا النهارده الكابتن حسام حسن، فده معناه معلش يا استاذ محمد وحضرتك بتتكلم يا شباب بعد اذنكم، هاتوا لي القرار او البيان اللي نزله اتحاد كره القدم فيما يخص اقاله فيتوريا. اتفضل. بالظبط، انت كنت تقدر يا كابتن، كنت تقدر كاتحاد كره تتأنى، مش شرط الاستعجال في القرار. الحاجه الوحيده اللي كان من الممكن ان هو ياخد قرار فيها، وده اللي انا كنت لسه بقوله، ان احنا طلعنا يوم 28 كان يجب ان تكون هناك اجتماعات فوريه قبل يوم واحد، ومعرفش، صحح لي المعلومه يا محمد، انت اقرب لاتحاد كره القدم مني. هل بالفعل قرار صدور او قرار اقاله فيتوريا كان بعد يوم واحد في الشهر، وبالتالي فيتوريا هياخد ال 200 ألف يورو بتوع شهر فبراير؟ هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ لا، هو انا اعرفه ان هو مش هياخد بتوع شهر فبراير، هو هياخد اخر حاجه خالص يناير. اوكي. وهو القصه مش في كده. طب خلاص تمام. هو القصه او القصه في ان انت القصه في ان انت ما استنتش غير في خبر اقاله فيتوريا، رغم ان خبر اقاله فيتوريا ده المفروض كان يصدر بعد مباراه الكونغو الديمقراطيه. صحيح. انت استنيت فيه كتير جدا، واستنيت اسبوع كامل عقبال ما اصدرت قرار اقاله دوري فيتوريا. معلش يا استاذ محمد قبل ما تكمل، انا اسف جدا، اهو انا جايب قرارات مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. اول قرار، قرر المجلس الموافقه على تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الاول لحين اختيار مدير فني اجنبي وتشكيل باقي الجهاز، مدير فني اجنبي وتشكيل باقي الجهاز، مدير فني اجنبي وتشكيل باقي الجهاز. القرارات اللي حضراتكم كاتبينها مش اسلام اللي بيقولها. اتفضل يا استاذ محمد. بالظبط، ده حاجه صدرت رسميه، فطبيعي جدا الناس كلها ابتدت تفكر في الاجانب. وكمان عايز اقول لك حاجه، يعني في نفس اليوم بالليل انا شفت تصريحات للدكتور ايهاب الكوبي عضو مجلس الاداره، وقال احنا خلاص تواصلنا مع عرف رونار وبيتم التواصل مع لا، يعني تصريحات الناس اللي بيتكلموا فيها هم حرين، لكن انا هنا بتكلم على تصريح رسمي كمان. بقول لك يا كابتن، هو بيان رسمي ومعتمد، يعني كمان مش بيان رسمي بس، بيان رسمي وكمان صدر بعض التصريحات من اعضاء مجلس الاداره، وفي الاخر احنا شفنا الكابتن حسام حسن. يعني ده معناه ان في جوه اتحاد الكوره في اراء كتير واراء مختلفه كتير جدا، وكل واحد ممكن يكون عايز حاجه، وفي الاخر بنشوف حتى ان ده بينعكس على البيان الرسمي اللي بيصدر من الاتحاد المصري لكره القدم. وانا كابتن اسلام بشوف بصراحه ان ده تخبط بشكل كبير جدا، وخلينا واضحين مع بعض، ده تخبط بشكل كبير جدا، وده ممكن يكون اللي ادى لنا اللي احنا شايفين دلوقتي منتخب مصر بيخرج من دور ال 16 في بطوله امم افريقيا، وما اتمنهوش كمان يحصل مع الكابتن حسام حسن. وانا النهارده يمكن انا شفت الـ 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 الكلام اللي حضرتك قلته، ان الكابتن حسام قال لهم في المجلس النهارده في مجلس اتحاد الكوره، قال لهم انا خلاص انا عايز اجيب الناس بتاعتي، مش عايز اجيب معايا حد تاني. هو الكابتن حسام مش مشكلته ان انت اللي خدت القرار بتاع الكابتن محمد يوسف. بالظبط كده، كبير.
بالظبط اسم كبير جدا ومدرب كبير ومدرب حصل مع النادي الاهلي قبل كده على دوري ابطال افريقيا ومش مدرب صغير. صحيح. انت تحط اسمه وانك تكلمه والراجل الناس كلها يعني شفنا الناس كلها كانت بتحتفل بيه من يومين لان الناس كلها بتحب الكابتن يوسف وشايف ان الكابتن يوسف يستحق التواجد في المكان ده. فانت انت مش ما تجيبهاش في الكابتن حسام حسن ان الكابتن حسام حسن رفض الكابتن محمد الكابتن محمد لا لا كابتن حسام بالظبط برافو عليك يا محمد طبيعي والله. عايز جهازه المعاون يعني طبيعي الراجل طبيعي انت بتجيب مدير فني بيجيب كوتش الكوتش ده بيبقى معاه مساعدين دي ادواته هو راجل مش هيشتغل من غير ادواته يجيب بقى وليد بدري يجيب طارق سليمان هو حر كابتن سعفان هو حر هو الراجل بيختار الجهاز اللي يقدر ينفذ له افكاره وطموحاته لكن انت ما تفرضش عليه اسماء زي ما كنا بنشوف قبل كده بنشوف توازنات ده اهلي وده زمالك وكان بتحصل مشاكل وممكن اجيبها لك من اول يوم كان بيحصل مشاكل قبل كده ما بتختار مدير فني وبتختار انت جهازه المعاون هو الراجل النهارده اتحط قدامه اسماء اتحط قدامه كابتن سعد معوض اتحط قدامه كابتن طارق سليمان كمدرب حراس اتحط قدامه الكابتن محمد يوسف اللي موجود الراجل قال لهم لا انا هشتغل بالناس والادوات اللي انا بتشتغل معاها بقالي سنين انا عاوز الكابتن طارق سليمان ومدرب عام وعايز الكابتن والمفاجاه انه كمان طلب الكابتن احمد الكاس يعني هو قال انا ممكن اخد الكابتن احمد الكاس هو مدرب منتخب مصر 2008 دلوقتي وراجل عينيه كويسه وراجل موجود في منتخبات الشباب بقاله فتره في اتحاد الكوره فانا محتاجه والكابتن الكاس مرحب على فكره ومش مش في دماغه خالص قصه انا مدرب عام ولا مدرب مساعد هو راجل في الاخر بالنسبه له قصته موجود في المنتخب الاول وبرده كانت غريبه جدا ان هو ما يتمش الاعلان عنه خاصه ان هو المفروض ان هو بلغ ان هو خلاص هيترك منصب المدير الفني للمنتخب 2008 لكن نرجع لبرجوعنا كابتن اسلام انا بشوف صراحه تخبط بشكل كبير جدا المفروض ما يصدرش عننا في البيانات الرسميه حصلت معاك اول مره في محمد صلاح والعالم كله نقل منك انك انت هتغيب مباراتين بس صلاح وصلاح المفترض كل كلمه ليه انت الصحافه العالميه كلها بتنقل الخبر فطبيعي جدا الناس كلها نقلت الخبر ان هو هيغيب مباراتين بس وبعد كده فوق انه فاجئ ان محمد صلاح هيغيب 28 يوم ودي اثرت جدا 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 على صلاح وشفنا في ناس كتير جدا هجمت محمد صلاح بقيمته بسبب طبعا البيان دوت بعد طبعا. كده شفنا بعدها على طول القرار اللي صدر بتاع تعيين الكابتن محمد يوسف طيب اخر الامور بقى كابتن يوسف قبل ما اتكلم عن احراج كابتن محمد يوسف لكن انت دلوقتي هل من الممكن ان نؤكد او ننفي ان الكابتن حسام حسن طلب معاه كابتن طارق سليمان هل كابتن طارق سليمان وكابتن سعفان وكابتن احمد الكاس وكابتن وليد بدر بالفعل تم تعيينهم ولا لسه لم يصدر القرار بص يا كابتن هو لسه القرار الرسمي اكيد ما صدرش لكن انا اللي انا اللي انا اعرفه يعني بشكل رسمي ان هو يتم الاعلان الرسمي من قبل اتحاد الكره ولسه ما اعلنوش بشكل رسمي عن اسماء طب ايه اللي مأخرهم؟ اشمعنى دي اللي متأخرين فيها يعني؟ انا برضو دي مش فاهمها يعني دي مش فاهمها المفروض الموضوع خلص كله خلاص وبرضو حاجه ثانيه يا كابتن اسلام يعني دلوقتي انت احنا شفنا على على المواقع التواصل الاجتماعي في ناس كتير جدا بتقول الكابتن حسام والرخصه التدريبيه والكلام ده كله المفروض انت يعني لا انا طلعت الرخصه التدريبيه الحقيقه 2014 المفروض ان هم على طول فورا يطلعوها الراجل ده درب منتخب الاردن قبل كده فطبيعي مش هيروح يدرب منتخب الاردن وهو مش مع رخصه ما طبيعي معاه رخصه واسم كبير المفروض انت بدري انا شفت دلوقتي بالفعل يعني بصراحه مشكوره الناس في اتحاد في الاتحاد الكره في الاعلام بيبعتوا الرخصه وان دي يا جماعه دي الرخصه بتاعت الكابتن حسام لكن المفروض انها كانت مجلس الاداره يطلعها بشكل بس عايز اقول لك حاجه برضو بما انك جبت سيره الاعلام الاتحاد الاعلام الرسمي للاتحاد الكوره كنت اتمنى على الاستاذ محمد مراد زي ما دايما بنشيد بيه وبدوره خلال الفتره السابقه استاذ محمد علائي مجموعه العمل اللي موجوده الحقيقه كنت اتمنى ان هم يعني يكونوا على تواصل مع الناس خلال هذه الفتره لانه الكلام كتير والتضارب في الكلام كتير جدا هو يا كابتن انا بشوف ان هو القصه كلها هيبقى مجلس الاداره هيبقى قرار مجلس الاداره يعني انا المفروض ان النهارده المفروض ان النهارده مجلس الاداره المفترض الطبيعي انك انت تعلن زي ما كنا بنشوف زمان في كل مجالس اداره اتحاد الكوره فوق كنت تعلن الساعه 7 او الساعه 8 يبقى في مؤتمر صحفي ما فيهاش مشكله انك تعلن في نفس اليوم في مؤتمر صحفي للكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر حصلت في اجيري حصلت في كوبر حصلت بعد كده في كابتن حسام البدري حصلت في كتير جدا انك انت تعلن النهارده والله يا جماعه النهارده الساعه 8 بالليل في مؤتمر صحفي الساعه 10 بالليل في مؤتمر صحفي بكره 11 في مؤتمر صحفي وندعو الاعلام علشان نتكلم ونقول ممكن كان يحصل زي ما كان بيحصل قبل كده ان يبقى في ممثل عن اتحاد الكره المصري والله هينزل النهارده يتكلم للاعلام ويقول فيها اكتر من حاجه والقرارات كلها ونقول الجهاز الفني ككل لكن لحد دلوقتي الناس لحد اللحظه دي بتتكلم مين الجهاز الفني مين الجهاز المعاون لكن انا باكد لك الجهاز المعاون هيبقى كابتن طارق سليماني كابتن احمد الكاس كابتن سعفان الصغير وليد بدر مدير اداري في منتخب مصر وكابتن حسام عقده وده يعني كلام مؤكد عقده لحد كاس العالم 2026 وخد ضماناته ان هو مكمل لحد 2026 طيب وان هو هيكون موجود ده كان سؤال الفضل. مهم برضو يا استاذ محمد كيف يمكن حل هذه المساله قانونا بمعنى انه اتحاد كره القدم الحالي فاضل له 6 شهور هل يحق لي التوقيع على اكثر من الست شهور؟
بص يا كابتن، انا شفت قبل كده ان هو كان بيحق له، اعتقد يعني كان شفت له قبل كده يعني شفت قبل كده كيروس كان مضى الفتره بتاعته قبل كده اعتقد، وكان قبل كده برضو كان في اكتر مدرب جه. اعتقد دي امر عادي وامر طبيعي ان هو انت ده مدير فني خلاص هيمسك المهم، ولكن ما اعلمه انا مش عارف بصراحه حته الكابتن حسام مضى العقود لسه ولا لا، لكن على اظن يمكن لسه خلاص تم الاتفاق وتم الاعلان بشكل رسمي، ولكن مده العقد دي انا اللي عرفته ان الكابتن حسام اتفق معاهم ان هو لحد كاس العالم 2026. طيب كابتن محمد يوسف، لا اكيد انا زعلان جدا بصراحه، انا بحب الكابتن يوسف جدا جدا جدا، زعلان علشان انا ما بحبش ان الكابتن يوسف يعني اتحاد الكوره يصدر قرار انت كنت ممكن تتفق معاه، ما فيش مشكله تتفق معاه تليفونيا زي ما حصلت قبل كده وقت فيتوريا، ما حدش كان عارف رسمي ان هو راح مع كابتن حازم وان هو قعد مع فيتوريا وان فيتوريا عايز يتكلم معاه وشاف ان امكانياته اكبر من ان هو يكون مدرب مساعد، كنت ممكن تعمل كل الكلام ده بينك وبين الكابتن يوسف، تكلمه في التليفون وتقول له انت كابتن يوسف مرشح بقوه انك تكون متواجد في كذا كذا كذا، ولكن انت اعلنت عن وجوده، انت حتى لو مش الكابتن حسام وكنت جبت جهاز فني اجنبي ولو كنت جبت رينار اللي انت كنت بتقول عليه، رينار كان هيجي برده كان هيقول لك انا مش عاوز مدرب عام لان رينار بيجي باربعه مساعدين، لو كنت جبت جوزيف سيرو زي ما قلت برده بسيرو بيجي باثنين مساعدين، دي صابر نفسه بيجي باثنين مساعدين، اي مدير فني بيجي بمساعدينه، فانت ما كنتش ينفع انك تحط الكابتن يوسف في بيانك الرسمي وتقول ان هو هيبقى مدرب عام من غير حتى ما تتاكد لسه. هل تم عرض اي منتخب من منتخبات الناشئين على كابتن او الشباب على كابتن محمد يوسف؟ ممكن دي الفتره الجايه تتعرض عليه، ممكن يعني ممكن يتعرض عليه، ممكن يتعرض عليه منتخب 2008 بعد كابتن طبعا الكاس ما ماشي، ممكن يتعرض عليه، لكن انا اظن كابتن يوسف ممكن يشوف يعني حاجه في الانديه اكتر ما هو ممكن يمسك منتخبات في الفتره الجايه، انا بظن ان الفتره الجايه بقى ممكن نشوف يعني كابتن يوسف برضه في حته في الدوري ممتاز ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد جمال النقد الرياضي بموقع القاهره 24 المتخصص في اخبار اتحاد كره القدم، محمد الحقيقه دايما بيدينا اخبار حصريه فيما يخص الاتحاد المصري لكره القدم. الحقيقه ما يحدث من فشل من هذا الاتحاد، فشل إداري وفشل في اتخاذ القرارات يجب أن يتم حسابه. الحساب تقل والحساب أصبح كبير جدا جدا، لأن هؤلاء المسؤولين اللي موجودين في هذا الموقع رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة اللي موجودين كان يجب عليهم اتخاذ قرارات أفضل من اللي حصل من هذا التخبط اللي كان بيحصل خلال الفترة السابقة، لكن في النهاية تم اتخاذ قرار صحيح، وأخيرا تم اتخاذ قرار صحيح فيما يخص المنتخب الوطني بوجود كابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن خلال الفترة القادمة. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وكل التوفيق لكابتن حسام وكابتن إبراهيم في الفترة القادمة.